نتوجه بالشكر إلى قوة التيار الوطني الديمقراطي على تنظيم هذه الندوة، ونخص بالذكر جمعية وعد، ولها منا الشكر والتقدير حيث تستضيف هذه الندوة. ستبقى وعد من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل، وعد ستبقى مهما كانت الظروف والصعاب. ورقتي حقيقة يعني العنوان كالتالي: قراءة مغايرة للواقع السياسي في البحرين، وفيها ثلاث نقاط رئيسية: أولا مرحلة ميثاق العمل الوطني، اثنين التيار الوطني الديمقراطي، ثالثا الوضع البحريني مرتبط بالوضع في المنطقة العربية. أولا مرحلة ميثاق العمل الوطني، في بداية عام 2001 وتحديدا في فبراير منه انتقلت البحرين من حقبة قانون أمن الدولة السيد الدك إلى حقبة العهد الجديد، عندما صوت شعبنا على ميثاق العمل الوطني في يومي 14 و15 من شهر فبراير على ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي في حدث تاريخي لم تشهده البحرين من قبل. وقبل التصويت تم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين، وفيما بعد تم إلغاء قانون أمن الدولة. هذه الحقبة في حياة شعبنا والحركة السياسية وتحديدا المعارضة شكلت نقلة نوعية وتاريخية، وبالأخص عندما تم السماح للتنظيمات السياسية بأن تعمل بالعلن وإن كانت تحت مسمى الجمعيات السياسية، وكانت تلك تجربة جديدة على الذين ناضلوا ونشطوا في ظروف العمل السري لعقود من السنين، وإذا بهم يعملون بالعلن تحت مظلة القوانين النافذة في الدولة. أصبحت كل القضايا موضوع نقاش وجدل تحت الأضواء الكاشفة، لم تعد هناك قيود تقف حاجزا أمام كثرة التساؤلات وقلة الإجابات. فهذا الواقع الجديد لم تتعود عليه المعارضة ولم تتكيف معه بالاستفادة مما أتاح من هامش من جهة، والعمل على تطويره من جهة أخرى، خاصة وأنه كانت هناك قوة في الدولة ترفض الإصلاح السياسي والتغيير وتعمل على تعثره وتراهن على فشله. كان على المعارضة قراءة الموقف السياسي بعمق وبوعي سياسي ناضج وليس بشكل عاطفي، بحيث لا تصبح شريكاً في انتكاسة العملية الإصلاحية من حيث تدري أو لا تدري، لكي لا تدفع الثمن باهظاً فيما بعد. كان عليها استيعاب تلك المقولة الفلسفية بأن التراكمات الكمية تؤدي إلى تغيرات نوعية، حيث تأخذ الموقف الواضح الذي سوف يحدد المسارات والخيارات والتحالفات في السنوات اللاحقة، بدلاً من أن نأتي اليوم نتوقف أمام التراجعات الحادثة في المشهد السياسي الراهن ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً لوقف ذلك التدحرج المتسارع. وبسبب عدم تمكن المعارضة من التعاطي مع تلك المستجدات والأحداث طوال 15 سنة الماضية، زادت الأمور تعقيداً، ونحن نعلم بأن الطريق لم يكن سالكاً لها في كل المحطات، بل وجدت العديد من المطبات والصعوبات والتي كان عليها أن تحقق شيئاً من برامجها السياسية. هل قرأت الواقع المحلي والإقليمي بشكل صحيح ودقيق؟ هل تمت الاستفادة من تجربة أحداث فبراير مارس 2011 والشرخ الوطني الذي حدث نتيجة تلك الأحداث؟ هل تم تقييم ومراجعة تلك الفترة التاريخية في حياة الشعب والوطن رغم معرفتنا بحجم الانتهاكات لحقوق الإنسان والممارسات المشينة التي حدثت للعديد من المواطنين ولا زالت تداعياتها مستمرة؟ في المنبر التقدمي أصدرنا الوثيقة النقدية بعد أحداث فبراير مارس 2011 التي شخصت واقع الأحداث والأخطاء التي برزت مما ساعد على الانشقاق والفرقة في المجتمع، وتوقفنا مطولاً أمام عدم تمكن القوة الديمقراطية والتقدمية من توحيد صفوفها وطرح مرئياتها السياسية بصفتها قوة عابرة للطوائف ومختلف المكونات الفرعية. في الإخفاقات والأخطاء السياسية تتحمل القيادات السياسية
المسؤولية وعليها ممارسة النقد والنقد الذاتي لتعرف أين أخطأت وأين أصابت، وتنظم الورش والحلقات الداخلية في الأطر التنظيمية لتقييم الوضع السياسي والخروج بحلول واقتراحات تلامس الواقع. ثالثا، التيار الوطني الديمقراطي. في الأشهر الثلاثة الماضية نشطت جمعيات التيار الديمقراطي من أجل المزيد من التنسيق بينها، حيث تمكنت من إقرار الوثيقة السياسية للتيار، وعلى أثرها تم اللقاء مع العديد من الشخصيات والفعاليات الوطنية التي تجاوبت مع ما جاء في الوثيقة. كما أصدرت جمعية التيار التقدمي ووعد والقومي العديد من البيانات المشتركة، ونظمت الندوات والفعاليات الوطنية بصورة جماعية، مما يؤكد حرص الجميع على إنجاز مهمة وحدة التيار الديمقراطي التي تأخرت طويلا. قبل سنوات نشرت مقالا عن الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، أقرأ هنا جزء منه. عندما يبشر التيار الديمقراطي بفكرة الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، فإنه يطرحها على أسس متينة وراسخة من خلال قيام المؤسسات الدستورية ووجود الأحزاب السياسية المدنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني القوية القادرة على التصدي للقوة الرجعية والتخلف والردة في البلاد. وهذا يتطلب وجود قوة ديمقراطية قوية وموحدة في المجتمع، فهي صاحبة المصلحة الأولى في الدفاع عن أسس ومبادئ الدولة المدنية الحديثة التي تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية، وتطلق العنان لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك في وسائل الإعلام بكل تنوعاته، وتتعزز فيها الحريات العامة والشخصية، وتنتفي فيها مفاهيم الإقصاء والإلغاء الرأي الآخر، ومن أجل مجتمع يتسع لجميع أبنائه ويضمن حقهم في الحرية التامة في التفكير والإبداع، ويحمي التنوع والتعددية في الثقافات والأفكار وأنماط العيش، ولا يحجر على الأفكار والقناعات للأفراد والجماعات المدنية، ولا تتأسف فيه محاكم التفتيش لتحاكم الرأي والفكر والثقافة. ثالثا، الوضع البحريني مرتبط بالوضع في المنطقة العربية. تعيش المنطقة أوضاعا سياسية في غاية السوء نتيجة لغياب الديمقراطية وانعدام الحريات العامة، وهذا يعود لأسباب عدة، منها فقدان الثقة ما بين الشعوب والأنظمة السياسية الحاكمة، الحروب الأهلية والقبضة الأمنية، بروز التيارات الإسلام السياسي المتطرفة التي تمارس العنف والقتل والإرهاب ضد الأبرياء من المدنيين في العديد من البلدان العربية، تزايد العصبيات المذهبية والعرقية، غياب الوعي الثقافي والسياسي، التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة، والتواجد العسكري الإمبريالي المتزايد فيها، بدل أن يكون خليجنا بحيرة سلام ووئام يتحول إلى بحيرة حرب ودمار. على صعيد بلادنا ترتفع أسهم الخيار الأمني على حساب الحل السياسي الشامل الذي يضع بلادنا على السكة الصحيحة المؤدية إلى التحولات الديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. ويزداد من ضرورة ذلك تردي الحالة الاقتصادية وتراجع الوضع الاقتصادي، خاصة مع استمرار تدهور أسعار النفط الذي يمثل أكثر من 85% من دخلنا الوطني، والزيادة غير المسبوقة في الدين العام، وتوقف وتأجيل العديد من المشاريع الحيوية، وما نشهده من تردي مستويات القطاعات الخدمية كالإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما أن تضخم الرقم الحقيقي للبطالة في ظل تراجع الاستثمارات والفرص أمام الشباب. وهذه حالة تعيشها المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام، إلا أن تأثيرها علينا في البحرين بات محسوسا ومؤثرا جدا، وهذا مؤشر يجب عدم إهماله، لأن له دوافع وارتدادات أمنية واجتماعية
لا شك إننا جميعا نتلمسها ونراها بالعين المجردة ومن الخطأ الفادح الهروب بعيدا عنها. بالإمكان التغلب على الكثير من مشاكلنا القائمة عبر تحقيق الجدية المطلوبة في مشروع الشراكة الوطنية، وهذا يتطلب تحقيق جملة من التفاهمات وتحديد أولوية المرحلة القادمة وعدم الاستسلام لانتظار الحلول التي تنتظرنا هنا قضايا المنطقة، فهذا الأمر من شأنه أن يعقد الأمر أكثر مستقبلا. نحتاج لرحابة صدر وحكمة من الجميع تخرجنا من حالة المناكفة والإلغاء والانقسام، والتي يعرف الجميع أن منشأها كان سياسيا في الأساس وتسبب في حالة مدمرة من الانقسام والتنافر وتعميق انعدام الثقة والتباعد بين مختلف الأطراف. وهنا كما نحتاج إلى الحكمة والموضوعية، وأن يوظف الإعلام بشكل يساعد في العبور نحو واقع أكثر إيجابية وليس كما هو حاصل الآن. فالإعلام من صحافة وتلفزيون ووسائل تواصل اجتماعي لا يساعد أبدا في الوضع الراهن للخروج من أجواء إيجابية ولا بد من لجم القوة المستفيدة من تأزم الأوضاع، فمستقبل الوطن أهم وأغلى من نضيعه في مهاترات إعلامية وصخب مدمر. أما بالنسبة للخطاب السياسي والإعلامي للجمعيات، فيجب أن يتفهم طبيعة الأزمة بصورة تختلف عما كانت عليه الوضع عندما بدأت. وهنا يمكن القول أن المراهنة على المراجعات والمراقبة والمقاربات التي يجب أن تقوم بها الجمعيات المعارضة والقوة السياسية بشكل عام هي التي ستعود لخلق تفاهمات ووعي يتسم بإيجابية ينتظرها الجميع. بل لا بد من القول أن استعادة الثقة الإيجابية تساعد على الخروج من حالة التأزم، وهذا الأمر مرتبط بمدى مرونة وإيجابية الخطاب الرسمي. إن صلب القضية الوطنية هو شراكة في صياغة قرارنا الوطني وفي تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتبقى التفاصيل في كل ذلك مسائل مرتبطة بالقدر على تقديم المصلحة الوطنية واحترام المواطنة والدستور وما توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني وما تلزمنا به تعهداتنا الدولية. وأخيرا، كيف استعادة الثقة؟ كل تلك الأمور التي أسلفناها تبقى أساسا مهما لاستعادة عوامل الثقة بين الشعب الواحد في المراجعات في الخطاب السياسي مهمة، ولجم الإعلام المنفلت ضرورة، وخلق أجواء أكثر إيجابية وتعزيز مشاريع الوحدة الوطنية قولا وعملا وممارسة على الأرض تبقى على جانب مهم من حالة التعبئة الإيجابية المطلوبة. وأخيرا، لا يجب أن يتخوف أحدا من الحل السياسي الذي يحقق العدالة للجميع ويسير بالوطن إلى الأمام ويخدم الحاكم والمحكوم على قاعدة الانتماء للأرض والوطن واحترام المواطنة ورفض أي مغالبة أو تدخلات خارجية. فالكل يريد الحل السياسي، هناك ضوابط والتزامات يمكن التوافق حولها والتدرج فيها ورسم مراحل لبلوغها بحيث تتعزز عوامل الثقة وتترسخ مسؤولية الأطراف المعنية مع الوقت. وشكرا لكم.